السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، تنتمنى ألقاكم بصحة جيدة وإن شاء الله بإذن الله هذا الوباء يترفع علينا يبشوية نتاع الصبر إن شاء الله كل شيء إن شاء الله يدوز. اليوم سيداتي سادتي جيتكم بواحد جوج دو ماسك دي تي خصو البشرة ميكست والبشرة الجافة، فبقوا معايا باش نعطيكم المقادير بالنسبه للبشره ميكست. البشره ميكست تنقصد بها البشره اللي تكون دهنيه في لا زون تي، هي لو فرون لو ني و لو مونطون. تنحتاجو كاس من النخله و نصف كاس من الحليب و ملعقه كبيره من الخميره وملعقة كبيرة من عصير الخضر. أنا اليوم سيداتي درت لكم القرعة، قبضتها طحنتها وغادي نخدم منها معلقة. نتوما سيدي تقدري ديري الخيزو لفت بطاطا، أي نوع من الخضرة موجود عندك، باربا أي نوع من الخضرة موجود عندك. بالنسبة للوصفة نتاع ماسك للبشرة الجافة، فاحنا تنحتاجو ربع من خبزة صغيرة معجونة في الدار. تنأكد الخبيزة تكون معجونة في الدار لأنها غادي نحمروها مزيان في الفرن حتى ترجع قاصحة وتنطحنوها حتى تعطينا هاد البودغ هذا. من بعد سيدتي تناخدو ثلاثة د المعلقات نتاع الحليب، ملعقة كبيرة من العسل وربع ملعقة من النشا، وكذلك ملعقة من الماء يكون بارد مثلج. ما نقولكش سيدتي هاد لي ماسك هادو تتبان الفعالية ديالتهم سور بلاس، تتشوف واحد البشرة تترجع عاطية واحد ليكلا بارفي. وبالنسبة للبشرة الجافة فإنك ما تبقيش تحسي بها إنها جافة، تتأيد غاطا. انا قي معايا سيداتي غادي نوريكم الطريقه نتاع التحضير، ومن بعد ما نوريكم الطريقه نتاع التحضير اي ماسك جيتو تستعملوه لا بالنسبه لابو ميكس او بالنسبه لابو سيش، فحنا تنديروا واحد دوز ايتاب قبل. واللي هما كنت وجدت معكم واحد الزيت اللي يدلك الوجه، اللي هي عباره عن زيت بلديه والزعتر اللي تنخليوها اون سيمين في الشمس. بيان سور اللي بغى يشوف هذه الوصفه راني ديجا عندي في اون فيديو يقدر يشوفها باش يعرف الطريقه نتاع التحضير. من بعد سيداتي ما تتوضعي قطرات قليله من هذا الزيت وتدلكي بهم الوجه ديالك والعنق، فحنايا تنمروا تنديروا ليتاب نتاع حمام البشره، يا بما يسمى ان البخار بخار البشره. فحنا تناخذوا اناء وتنوضعوا فيه الماء وتنخليوا الماء حتى يسخن مزيان فوق النار، وتنوضعوا اي عشبه عندكم في الدار. انا اليوم درت الزعتر، درت السلميه، ودرت وريقات نتاع النعناع، فهذا تيبقى عندكم اختيار. تقدروا ديروا اي عشبه عندكم في الدار او قشور الليمون قشور الحامض، هادو سي جوست انهم تي اغوميو هذاك الماء داك البخ داك الماء. وانتي لو مومون اللي تكوني دايره الوجه ديالك من بعد ما يكون سخن مزيان وتتحيدو من فوق البوطه وتتقبض الفيطه وتتغمق به الوجه ديالك فوق داك البخار اللي تتخليه واحد المده نتاع 4 ساعات حتى 3 ساعه على حسب النوعيه نتاع البشره. كاين البشره اللي تتحس براسها انها دغيا عرقات، وكاين البشره تاخذ شويه الوقت. فانا تنقول لكم اون فوا تحسوا بالبشره ديالتكم بدات تعرق، تتقبطي ديك الفيطه اللي كنتي بيان سور دايراها فوق راسك وغامقه بها ديك الاناء وتتنشف اون تابوتون، ماشي انك تقبطي وتمسحي بواحد الطريقه اغريسيف لابو ديالك، لا هي جوست فو تابوتي. من بعد كما شرحت على بالنسبه اننا كاين بزاف الناس ادي تسالوا علاش قلت لكم هذيك الزيت تتستعمل وجي انسيستي تستعمل قبل من اي ماسك،
فهنا هي تتكون واحد الفعاليه كبيره اللي تلاحظوها اون فوا تجربوا هاد لي ماسك هادو. فمن بعد ما دهنا ودنا البخار ومسحنا الوجه ديالنا غادي ندوزو للتحضير نتاع الوصفات ديالنا. الوغ غادي نذكر الوصفه بور بو ميكس. تناخدو كوب نتاع النخاله مع نصف كوب نتاع الحليب مع ملعقة كبيرة خميرة، خميرة معجونة نتاع الدار طريقة، مع ملعقة عصير أي خضرة عندك الطريقة. الو سيداتي هاد لو ميلونج هادو فحنا تنقبطو وتندوزو في ميكسور. بقاي معايا سيداتي باش تشوفي كما الخليطة تيجينا ان شاء الله. فمن بعد ما سيداتي انا ميكسي لو ميلونج كامل فهو تيجي على هاد الشكل هذا. تنقبطو بيان سور بعد لي زيتاب لي قبل، تنقبطو ونحطوه على الوجه ديالنا والعنق ديالنا، وهذا المدة ديالته تبقى ربع ساعة. ومن بعد ما تبقى ربع ساعة تنغسلوه بالماء البارد. نصيحة لكل سيدة، ما عمرك ما تغسل وجهك بالماء يكون سخون، ما عمرك ما تغسل وجهك بالماء سخون. هذا خاص يكون الماء افكتيف، كل ما بارد بزاف. من بعد غادي ندوزو الوصفة نتاع البشرة الجافة، ولي تنحتاجو ربع من خبيز نتاع الدار، خبيزه صغيره اللي تعطينا هاد لا كونتيتي هكا. الو 3 المعالق ديال الحليب، ملعقه كبيره من العسل، يعني شخصا نعرفوا ان العسل هي واحد الماده اللي تترطب اي بشره. كاين كاع الناس يديروا جوست ماسك بالعسل والحليب، مي هاد الماسك هذا انا جربته بوغ لي بو لي ناشفين سي افيكاس. وتنديروا ربع ملعقه نتاع النشا، وهنايا تناخذوا ملعقة كبيرة من الماء البارد. تنانسيستي هاد الماء هذا درته في الكونجيلاتور حتى برد. هاد الطريقة وميلونج الزانغريديون ديالنا كاملين هكا، تنحسو بهم انهم تجانسو. هذا سيداتي بلا ما تدوز في الميكسر لان كلشي هنايا تيجي على هاد الطريقه. هي هو تنحاولوا اننا ميلونجو مزيان باش هادوك لي غران نتاع النشا ما تيبقاوش مكورين. وكما لاحظتي تيجي على هاد الطريقه وتتوضعيه على الوجه ديالك والعنق ديالك لمده نتاع 10 دقائق، مده نتاع 10 دقائق. ومن بعد تغسليه بالماء بارد، وتنأكد ماء بارد. فتنتمنى سيدتي ان هاد الوصفات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالتي وديروا لي لايك. ا بيانتو.